أهلا بكم من جديد ضلال الأصيل، نستمر ونتواصل برفقتكم في هذا المساء. تنطلق في يوم الأحد المقبل فعاليات مؤتمر لغات جبال النوبة الرابع. هذا المؤتمر الذي يجيء في هذه النسخة يحمل الكثير من المعلومات والمساحات التي يمكن النقاش حولها وممكن أن يقدمه هذا المؤتمر. أسعد جدا بأن أرحب بضيفي داخل الأستوديو الأستاذ وليد مدثر الشريف، رئيس قسم اللغويات بكلية الأداب جامعة الخرطوم وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر. مرحبا بك حبابك عشرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر كثير أستاذنا العزيز، وفي البدء أحب أن أشكر قناة الشروق برنامج ضلال الأصيل على إتاحة الفرصة وعلى الاستضافة، وأتمنى أن أقدم كل ما هو مفيد إن شاء الله للمشاهد الكريم. مرحبا بك أستاذ وليد، خلينا في البداية كده نتكلم عن المؤتمر وعن النسخة دي من المؤتمر. طيب، يستضيف قسم اللغويات كلية الأداب جامعة الخرطوم مؤتمر لغات جبال النوبة الرابع في الفترة من الخامس إلى السابع من شهر فبراير الحالي، وسيكون حفل الافتتاح إن شاء الله يوم الأحد الموافق الخامس من شهر فبراير، وهو برعاية السيد مدير جامعة الخرطوم وتشريف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتشريف السيد وزير الثقافة والإعلام. وسيكون هناك برنامج مصاحب للمؤتمر، حيكون في معرض الكتاب وحيكون في معرض فولكلور، وحيكون هناك أيضا فرقة غنائية من جبال النوبة تحديدا من منطقة كاركو ومن منطقة تيما، وسيقومون بأداء أغاني ورقصات، ودي جزء طبعا من الثقافة والفولكلور بتاع المنطقة، سيعكس جزء كبير منها، ممكن تكون دي نقطة ثانية نتكلم عنها طبعا. وبالنسبة للبرنامج المصاحب كذلك سيكون هنالك أيضا في المعهد الفرنسي عند الساعة 7 مساء عرض لفيلم الأمير الصغير The Little Prince، طبعا ده هو مكتوب بلغة الكواليب، فده إنجاز كبير بعتبره من الباحثين في فرنسا تحديدا من بروفيسور نيكولا كوينت، وسيتم ترجمة الفيلم باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية. طيب أستاذ وليد، شنو الهدف من المؤتمر ده؟ طيب، الهدف الأساسي من المؤتمر هو التعريف بلغات جبال النوبة وتوثيقها وكتابتها. طبعا احنا عندنا حاجة مهمة جدا في القسم الدوكيومنتري لينغويستكس، هو علم اللغة التوثيقي، فكثير من هذه اللغات للأسف الشديد هي آيلة للانقراض والاندثار، والمؤتمر بيسلط الضوء على هذه اللغات والمحافظة عليها، ده الهدف الأسمى للمؤتمر. ستقدم كثير من الأوراق، ما يربو على 25 ورقة في هذه الموضوعات. الهدف الثاني هو رفع الوعي لدى المتحدثي اللغات جبال النوبة والمواطنين بصورة عامة عن أهمية هذه اللغات كموروث ثقافي. وبالنسبة لنا لأنه في أخطاء كثيرة شائعة، الناس بيفتكروا إنه هي دي ليست لغات وإنما لهجات، طبعاً ده خطأ شائع كبير. أنا أنتهز هذه الفرصة والسانحة وأصحح المعلومة إنه هذه هي لغات، ولغات غنية بتنوع كبير. بتفرقوا كيف أستاذ وليد بين اللهجة واللغة؟ يعني مثلاً ببساطة ممكن أقول لك إنه اللهجة هي فاريتي من اللغة، مثلاً تنوع أو فرع من اللغة أو تنوع من اللغة. مثلاً في السودان يتحدثون لهجة البقارة والشايقية والجعلية وهكذا، إذن هذه هي تنوع من لغة واحدة، ويفهم متحدثي اللغة الواحدة هذه اللهجات اللي هي نسميها الديالكتس. طبعاً طبعاً اللغة في محور أساس هو الميوتشوال انتليجيبيلتي، الفهم المشترك. يعني إذا بدو يتحدث لغة كاركو أو تيما، أنا كلغتي الأم لغة عربية لا أفهمه، فهذه تسمى لغة. إذن هناك كثير جدا من اللغات في جبال النوبة، ما يربو على 50 لغة، لكن داخلها برضو في لهجات. طيب نحن عندنا نوبة في جبال النوبة، عندنا نوبة في شمال السودان، هل في قاسم مشترك؟ في قاسم مشترك، تقريبا اللغة هي واحدة. هما يعني إذا تحدثنا عن تحديدا، أنا بتكلم عن فرع معين هنا، نحن نسميه الهيل نوبيان أو اللغات الكردفانية، اللي هي دي مجموعة كبيرة أو بسموها مجموعة إثنية تسمى الأجم. طبعا هنا في تشابه كبير جدا في اللغة بين اللغات في شمال السودان، بسميها النايل نوبيان، مثل اللغة المحسية واللغة الدنقلاوية واللغة الحلفاوية، في تشابه كبير جدا في اللغة، هم كلهم بيندرجوا من نفس العائلة، من نفس الأسر اللغوية.
ده بالنسبة فقط للجزء اللي بنسميه احنا بالإثنية في الأجن، دي حاجة مهمة جدا. يعني في تشابه كبير جدا في هذه اللغات، أي أنها تندرج من نفس الأسرة اللغوية. جميل، نحن الأهداف بدينا الهدف الأول والثاني وأكملت، إذا في هدف ثالث عشان نخش للمحور اللي بعده. بصورة عامة هو تسليط الضوء على هذه المؤتمر. هو طبعا أنا ممكن أدش هي تاريخ عن تاريخ المؤتمر، معلش أستاذ العزيز. المؤتمر الأول كان أقيم في جامعة لايدن بهولندا في العام 2011. النسخة الأولى كانت برا السودان. برا السودان. وكذلك النسخة الثانية كانت في باريس في فرنسا في معهد اللاكا، واللاكا طبعا هو تابع للمعهد القومي للبحوث في فرنسا، وده أكبر معهد للبحوث في فرنسا. كان ده في العام 2014. النسخة الثالثة أيضا كانت في أوروبا في جامعة كولون، وكان في العام 2017. كانت توصيات المؤتمر إنه يدوا شرف الاستضافة للسودان لجامعة الخرطوم قسم اللغويات، والتأكيد على أنها ستكون من أنجح المؤتمرات بحسبان أنها ستكون وسط من متحدثي اللغة، وبتتيح مشاركة أكبر طبعاً من متحدثي اللغة ومداخلات أكبر وإثراء النقاش. ونتمنى أن يحدث ذلك إن شاء الله في يوم الأحد إن شاء الله، ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء إن شاء الله. جميل. طيب أستاذ وليد، أتكلم برضو عن شنو الجديد في النسخة دي من مؤتمر لغات جبال النوبة، خصوصاً أنها تقام وسط أهلها. طيب الجديد أعتقد أن ذكرت أنه حتكون في أكبر مشاركة من متحدثي جبال النوبة ومن المهتمين والأكاديميين والمفكرين في جبال النوبة، هم عددهم كبير جدا. مثلا نحن طبعا هو المطالب بتشريف السيد وزير الثقافة والإعلام دكتور جيرهام عبد القادر، وهو من جبال النوبة، وهو مهتم بالتراث والثقافة والفولكلور والموسيقى زي ما أنت عارف طبعا، وحتكون في مداخلات كبيرة. فهنا افتكر مختلفه من كل النسخ الماضيه باعتبار ان هناك ما كان في ناس يعني بيمثلوا جبال النوبه، فده افتكر ده الاضافه الكبيره حتكون. اضافه للحاجه الثانيه برضو انا حابب اذكرها انه سيكون هنالك رحله اكسكيرشن، رحله لشمال السودان السبولوجا والبجراويه، ودي بتعكس حضاره السودان. يعني عندما الاجانب ندوهم فرصه انه يشوفوا حضارتنا، فدي برضو دي الحاجة الإضافة الجديدة في هذا المؤتمر. طيب أستاذ وليد، شنو النتائج والتوصيات المتوقع أن يخرج بها هذا المؤتمر؟ طيب ده سؤال مهم جدا، وطبعا المجتمع عاوز حاجة كونكريت، حاجة ملموسة. طبعا من أهم النتائج اللي بنتوقع أن يخرج بها المؤتمر هي توثيق وكتابة اللغات. طيب لأنه المواطن البسيط اللي بيسأل عن أنا أستفيد شنو من مثل هذه المؤتمرات، طبعا بيطلع المؤتمر نتمنى أن يخرج بتوصيات كتابة وتوثيق اللغات. أكيد إذا تمكننا من كتابة اللغة حنتمكن من المحافظة على الإرث الكبير الموجود في جبال النوبة، الإرث الثقافي المتنوع جدا. فده ده 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 المخ البروسيدينغز، هو المخرجات المهمة إن شاء الله في هذا المؤتمر. طيب أستاذ وليد، نحن نتحدث عن مؤتمر لغات جبال النوبة. أيوة. هذا يشير إلى أكثر من لغة. صحيح. كم عدد اللغات المحصية لحد الآن تقريبا، وهل هي مكتوبة أم ما زالت بعد، أم مكتوب جزء منها فيها مرحلة من مراحل التوثيق والكتابة؟ طيب هي تقريبا ما في إحصائية دقيقة، لكن هي ما يزيد عن 45-50 لغة في جبال النوبة، بتنتمي إلى مجموعات لغوية مختلفة. في جزء منها في محاولات كتابة، يعني مثلا عندنا اللغه التاغوي دي في محاوله لكتابتها، اوريدي عملوا ارشيف لها وتسجيلات كبيره جدا عن الاغاني وعن الاحاجي وعن الحوارات. في لغه تيما برضو قطع فيها شوط كبير، فيها تيم شغال، تيم من لغوي من جامعه الخرطوم ومن لغوي من جامعه كولون بالمانيا، وعملوا منها قواميس وكتب اللي هو أورثوغرافي، اللي هو نظام كتابي. في لغات كواليب برضو قطعوا فيها شوط كبير، اللي هو عملوا فيها قاموس كبير ضخم جدا، وذكرت لك قبل اللي هو طبعا الليتل برنس اللي هو الأمير الصغير. فتخيل انه في باحث هو استطاع ان يعمل فيلم عن اللغة ويترجم الى اكثر من لغة. للأسف الشديد جزء كبير منها ما تم توثيقه وكتابته، وان شاء الله دي احد المخرجات ان شاء الله نركز عليها بنهاية المؤتمر، انه نركز على توثيق وكتابة اللغات في جبال النوبة. إلى أي مدى يمكن أن يساهم اكتشاف هذه اللغات والتعريف بها في
إثراء التنوع اللغوي في السودان وخلق تنوع ثقافي في مناطق مختلفة، خصوصاً نحن بننقل ثقافة منطقة وتاريخة وتراثة للعالم أجمع، وحكاياتهم الشعبية ومعتقداتهم للعالم من خلال لغتهم. طيب، ده سؤال مهم جداً ومداخلة طيبة. أفتكر أنه خلينا نبدأ باليونسكو. طيب. واليونسكو منظمة تولي اهتمام كبير للتنوع الثقافي وإلى التراث غير المادي، بيسموه هو intangible cultural heritage، وده بيشمل كل التقاليد والممارسات والأحاجي والأغاني، ويدخل فيها أساليب المعيشة وتدخل فيها الملاحم. هذا كله تراث غير مادي، يعني في تنوع كبير في جبال النوبة. فاليونسكو تولي اهتمام كبير إنه كيف نحافظ عليهم. بنحافظ على بصورة واحدة بس، إنه نحافظ على اللغة، لأن اللغة هي الوعاء الذي يحمل بداخله كل هذه الموروثات. فأنا أفتكر إنه إذا نجحنا في المحافظة على اللغات بننجح في المحافظة على الموروث الثقافي، وبالتالي ده بيساعد في، خلينا نقول، في رتق النسيج الاجتماعي، وده بيؤدي بدوره إلى أهم حاجة، وهي ممكن نقول خلق ثقافة السلام، ودي حاجة مهمة جدا. ده برضو بالمناسبة نسيت أذكر إنه ده جزء من المخرجات اللي حابين احنا نركز عليها، اللي هو رتق النسيج الاجتماعي في جبال النوبة، وبالتالي يعني المساهم بصورة كبيرة في عملية تعزيز السلام في المنطقة. أستاذ وليد، التأصيل لهذه اللغات، لغات جبال النوبة، والتعريف بها، ما الذي يمكن أن يقدمه للسودان؟ طيب، أفتكر برضو فيها جزء من الإجابة ذكر، لكن نحن أول حاجة بالنسبة لنا ده موروث كبير جدا. وفي تقصير مننا نحن كقسم اللغويات في رفع الوعي لدى المواطن بصورة عامة، إنه ده بيساعد كبير، بيساعد بصورة كبيرة في خلق عملية السلام. لأنه كان في قبل السنة الماضية كان عملنا ورشة كبيرة مع المجلس القومي لترقية الوطن القومية، وكان شعاره إنه تعزيز استخدام اللغات في تعزيز ثقافة السلام. فدي حاجة مهمة جدا. يعني احنا نمشي لأبعاد أكبر من مخرجات مؤتمر. احنا عاوزين نعمل رتق النتيجة الاجتماعي، وعاوزين نساعد في خلق ثقافة السلام، وإدراج هذه اللغات في شنو، في نظام التعليم والتعلم إن شاء الله. جميل. نعود إلى اللغات مرة أخرى، لغات جبال النوبة. ونحن لما نقول لغات معناها أكثر من لغة. صحيح. معناها أكثر من قبيل وأكثر من مكون. صحيح. قبلي في جبال النوبة. المحاولة للتعرف على هذه اللغة والتأصيل لها وكتابتها وتعريف العالم بها، إلى أي مدى يمكن أن يسلط الضوء على تلك المنطقة، وبالتالي يكشف ما بها من لغات أخرى، من مكون إنساني، من قيم أخلاقية يمكن أن تساهم في وجود حضارات غير مكتشفة، يمكن حضارة السودان بأجمعها ككل. شارلي بوني 50 سنة وما زال يكتشف المزيد. نحن عندنا منطقة نعتبر نوعا ما خصبة. صحيح. لسه ما مكتشفة. صحيح. إلى أي مدى يمكن أن يساهم كل هذا الزخم في التعريف بالمنطقة وفي وضعها تحت المجهر وتحت النور؟ صحيح، بإشارة مهمة جدا. فزي ما ذكرت إنه شارلو بنيع يعني مكث حوالي 50 سنة وما زال يكتشف في كثير من اللغات والموروثات. فافتكر إنه مثل هذه المؤتمرات والورش والندوات تساعد كثير في اكتشاف، خلينا نقول، منطقة بكر لم يسلط الضوء عليها كثيرا، عدا بعض البحوث، وللأسف الشديد معظمها من أجانب. يعني اللغويين السودانيين لم يغوصوا في داخل جبال النوبة ليخرجوا بمثل هذه اللغات والثقافة الكبيرة. معظم الدراسات تمت من أجانب، من ألمانيا ومن فرنسا وهولندا. فافتكر إنه مؤتمر مثل مؤتمر جبال النوبة أو الورش التي تقام أو المحاضرات أو غيرها تساهم كثيرا في اكتشاف كثير من الموروثات الموجودة في تلك المنطقة. فهي منطقة بكر، محتاجة لدراسة، محتاجة لتكاتف من المسؤولين على مستوى الدولة. طبعا وهنا أشير إلى وزارة الثقافة والإعلام، في مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم، على قسم اللغويات جامعة الخرطوم باعتبار جهة أكاديمية بحثية. وطبعا دوركم انتم في الاعلام طبعا اكيد تسليط الضوء على مثل هذه الفعاليات. افتكر نحن محتاجين لسه نشتغل كثير على
على اللغات والثقافة في جبال النوبة، باعتبار أنها منطقة بكر ومنطقة خصبة ومنطقة تنوع لغوي وثقافي. بالوقوف عند قسم اللغويات بكلية الآداب جامعة الخرطوم، القسم الذي تترأسه، نقف عنده قليلا بالحديث ونتحدث عن دوره في حفظ وتنغيب اللغات المحلية وكتابتها. صحيح. طبعا قسم اللغويات هو القسم الوحيد في الجامعات السودانية، يعني ما في قسم لغويات بالمعنى يهتم ويعنى بدراسة وتوثيق وتوصيف اللغات. طبعا في الأساس الهدف الأسمى في القسم هو دراسة وتوثيق اللغات السودانية بصورة عامة، سواء كانت في جبال النوبة أو كان في شرق السودان أو في النيل الأزرق أو في شمال السودان. والقسم أقام عدد كبير جدا من المحاضرات وورش العمل والندوات عن أهمية نشر ثقافة اللغات ورفع الوعي لدى المواطن السوداني عن الاهتمام بلغته باعتبارها هي هوية اليوم. فعندنا حاجة يعني ممكن نسميه مصطلح بنسميه language attitude، بنحاول دائما نقول سلوك اللغة بنحاول نقول دائما للمتحدث اللغة إنه اللغة هي موروث ثقافي بالنسبة لك وهي جزء من هويتك، فلازم تكون مهتم بها، ما يكون في الستيغما يعني اللي هو العار، ما تكون في عار من تتحدث، بل يجب أن تشعر بالفخر لأنه ده هويتك. فدور القسم إنه هو رفع الوعي لدى متحدثي اللغات بأن دي هي لغات وليست لهجات، هي لغات تحمل داخلها مجموعة من الموروثات الثقافية والحضارية ويجب المحافظة عليها. طبعا القسم بيدرس حاجات تانية في للطلاب الجامعة عن اللغات الصوتية وعن الصرف والنحو في هذه اللغات، فبنطبق على لغاتنا السودانية. فالقسم نجح بدرجة كبيرة في التطبيق، بدل نطبق على اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية بنطبق على لغاتنا السودانية، سواء كانت اللغة الدنقلاوية أو المحسية أو لغة الكاركو أو التيمة أو اللومون أو غيرها من اللغات الكثيرة جدا جدا. فالقسم هو الجهة الوحيدة الأكاديمية البحثية اللي بتعنى بتوثيق هذه اللغات، توثيقها بمعنى إيجاد نظام كتابي لها، ودي حاجة مهمة جدا جدا، بأي رسم كان بأي حرف كان، ممكن يكون بالحرف العربي، ممكن يكون بالحرف اللاتيني، ممكن يكون بالحرف النوبي أو المروي. الاختيار الحرف متروك لأهل اللغة، لمجتمع اللغة. طيب أستاذ وليد، رسائل قصيرة في ختام هذا اللقاء. طيب أنا أحب أولا أن أرسل رسالة، أتمنى أن السيد الوزير صاحب الإعلام يكون متابع، دكتور جراهام عبد القادر، هو في الحقيقة قائم بمجهود كبير جدا في كتابة وتوثيق وعرض هذه اللغات إلى العالم. أتمنى من السيد الوزير بالتنسيق مع منظمة اليونسكو أن يولي اهتمام أكبر لمنطقة جبال النوبة، اعتبارها منطقة خصبة محتاجة لمزيد من الدراسة والتنقيب. رسالة ثانية إلى الإعلام، أتمنى إنه الإعلام سواء كان الإعلام المقروء أو المرئي أو حتى المسموع أو حتى السوشيال ميديا، يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يسلط الضوء برضو على هذه التنوع اللغوي الكبير الموجود في كل السودان طبعا. ورسالة لقسم اللغويات، يجب أن ينفتح على العالم، ينفتح على الإعلام، يوصل رسالته بصورة أقوى، بصورة مسموعة، لأنه هو الجهة المنوط بها دراسة وتوثيق هذه اللغات. شكرا أستاذ وليد، نورتنا. أديك العافية أستاذنا، وإن شاء الله فرصة سعيدة، وأشكر قناة الشروق على هذه الاستضافة، برنامج ظلال الأصيل. شكرا جزيلا. الله يسلمك. دي كانت مساحتنا الثانية مع الأستاذ وليد مدثر الشريف، رئيس قسم اللغويات بكلية الآداب جامعة الخرطوم، وعضو اللجنة المنظمة لمؤتمر لغات جبال النوبة النسخة الرابعة.